السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يا رب النهارده هنعمل مع بعض اكله سمك متنوعه، يعني عندنا كل انواع السمك، يعني سمك صياديه، سمك شوربه، سمك مقلي. بصوا مش هعلمكم من حاجه، يلا نبدا مع بعض. اول حاجه السمك الصياديه. اول حاجه هنحمر البصل، طبعا هنحط الزيت على النار، وبعد كده ننزل البصل اللي احنا قطعناه نعمله في الخلاط او نبشره عادي، ونفضل بقى نقلب فيه لحد ما يبقى يعني بني غامق، يعني هي كده لسه. هوريكم دلوقتي هتبقى عاملة ازاي، بس اهم حاجة تفضلوا تقلبوا باستمرار عشان يعني كله يبقى بنفس اللون، يعني ما يتحرقش حتة وحتة لسه كده. يعني شوفوا وكده خلاص تمام. هناخد بقى شوية نحطهم في حلة، الحلة اللي هنعمل فيها الرز. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، ومش هنحتاج نحط اي زيت، يعني طبعا احنا بنحط زيت عشان نقدح الرز وكده صح، بس احنا بقى مش هنحط زيت لان هي خلاص معاها زيت ومش محتاجة. تمام هنحط بقى مية على البصل اللي احنا عملناه عشان السمك، وبعدين بقى نحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل تمام كده، واللي عنده بهارات سمك يحط برضو، بس انا للاسف ما كانش عندي والله، ف يعني عادي لو ما عندوش برضو مش مشكله. وبعدين بقى هنقلب كده، وبعدين خلاص بقى نغطيها ونسيبها لحد ما تغلي، وبعدين بقى نحط السمك بتاعنا. اوكي نروح بقى نشوف الرز بتاعنا. طبعا بعد ما غسلناه هنحطه بقى على البصل والزيت، شوية زيت برضو مع البصل، وبعدين نحط الرز ونحط بقى شوية مية، يعني كل واحد بقى يظبط مقدار المية على كمية الرز اللي هنعمله، ونحط الملح ونقلب، وبعد كده نسيبه لحد ما ينشف، وبعدين بعد ما ينشف بقى نحط له الشياطة ونسيبه لحد ما يستوي خالص. تمام كده نغطيه بقى ونسيبه. الشوربه بتاعت السمك اهو خلاص غلت، هنحط بقى السمك كده واحده واحده بسم الله. تمام كده، وبعدين هنسيبها ربع ساعه، مش هنطول عن كده عشان السمك ما يتهردش معانا. اللهم بلغت، ما نطولش ما نكترش عن ربع ساعه بس كده. اوكي وكده خلاص خلصنا السمك الصيادية، اول طبخة معانا بألف هنا. نبدأ بقى تاني طبخة، السمك المقلي. معانا ملح وكمون وفلفل، وبرضو لو في بهارات سمك حطوها، ومعانا هنا ليمون فلفلة وطماطم وتوم. دي التتبيلة بتاعت السمك اللي هنعمله. هنجيب بقى خلاط ونحط الحاجات دي كلها، نحط الفلفلة والطماطم والتوم تمام، وهنعصر بقى الليمونة، وبعدين بقى نحط التوابل ونخلطهم بقى مع بعض في الخلاط، وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى الخلطة بتاعتنا، التتبيلة اللي هنعمل بيها السمك. يلا بينا. اول حاجة هنجيب سمكية كده، ونجيب السكينة ونقوم جايين كده من على الطرف زي ما انتوا شايفين كده الحتة دي، ونقوم ايه قاطعين كده لحد تحت علشان التوابل تدخل كده يعني في الفص كده، يبقى متبل معانا. ومن الجنب التاني برضو بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، بالظبط كده. طبعا هنعمل كل السمك زي ما انا وريتكم، وبعدين بقى هنجيب سمكة سمكة ونحط لها بقى التتبيلة بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين كده. انا هوريكم كل حاجة قدام عينيكم. هنجيب كده التتبيلة ونحطها كده في الفتحة اللي احنا فتحناها دي اهو، وبعدين الفتحة التانية،
وبعدين بقى نحط من جوه في كل الحتت، في كل المناطق، في كل الاماكن، ما نسيبش حته ما فيهاش تتبيله علشان كل السمك يبقى طعمه حلو كده ومتبل، يبقى يعني تحفه. وبعدين بقى نعمل كل السمك يعني زي اول سمكيه، انا هسرع طبعا علشان يعني متزهقوش مني اهو. بعد ما نخلص كل السمك بنفس الطريقة ونغرقهم بقى، يعني ما نسيبش كده حبة تتبيلة ما نحطهاش، نجيب السمك كده ويعني نحطها كده مع التتبيلة كويس جدا، ونسيبهم بقى في التلاجة لمدة ساعتين علشان تشرب كده بقى التتبيلة. وبعد ما نخرجها هنشيل كل التتبيلة دي خالص من عليها علشان ما تتحرقش معانا في الزيت واحنا بنقليها، زي ما انتوا شايفين كده. اهو نشيل كله خالص، يعني نحاول على قد ما نقدر بس علشان ما يتحرقش في الزيت، ونعمل كله بنفس الطريقة كده، ونبدأ بسم الله نقلي بقى. يلا هوبا، نعمل بقى كله مع بعض ونحطه بنفس الطريقة، نسيبه بقى شوية يتحمر بقى، وبعدين بقى نقلبه على الجنب التاني واحدة واحدة كده. تمام، نقلبه تالتة. ايوه خلاص بقى، نسيبها تتحمر بقى من الجنب التاني، وبعدين بقى نطلعهم خلاص كده. يلا بسم الله، واحدة واحدة بقى نطلع كده. خلاص وبس كده خلصنا السمك المقلي، تاني طبخة معانا. هنعمل بقى التالت طبخة، سمك شوربة. يلا بينا. اول حاجة هنجيب حلة ونحط فيها زيت او سمنة اللي يريحكم، وبعدين هنحط مستكة، وبعدين بقى نجيب شوية بصل كده متقطع زي ما انتوا شايفين، ولما الزيت او السمنة تقدح هنحط بقى البصل ده ونقلب كده زي ما انتوا شايفين ونشوحها. تمام كده، وبعد كده بقى نحط شوية مية كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين نحط الملح والفلفل، وبعدين بقى نقلبهم ونسيبها لحد ما تغلي، وبعدين هنحط برضو السمك ونسيبهم يعني برضو ربع ساعة زي السمك الصيادية علشان ما يتهرتش، برضو نفس الكلام. ماشي اتفقنا خلاص. اللهم بلغت. وبس كده يعني احنا كده يعتبر خلصنا، بس هنطلع بقى السمك والشوربة. انا النهارده عملت لكم يعني نوعت لكم ثلاث اصناف من السمك، عارفه في ناس كتير بتعشق حاجه اسمها سمك، ورب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. طبعا احنا يعني السمك المقلي بناكل معاه سلطه، والسمك الشوربه، والاتنين بيتاكلوا في الرز الابيض، لكن السمك الصياديه طبعا الرز بتاعه زي ما انتم شايفين البني، والشوربه بتاعته الجميله. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، جربوه بقى وقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس، وتستنوني دايما، هتوحشوني قوي قوي قوي. باي باي.